صباح الخير ستي انوار. اهلا عين. صباح النور. احكي لنا عن اجواء الامتحانات، التلاميذ وضعهم بالامتحان بما انه احنا ثاني يوم امتحانات. اليوم الثاني بالامتحانات الحمد لله والشكر، لحد الان الامور تمام تجري على ما يرام. التلاميذ معنوياتهم الحمد لله زينه، نتمنى لهم التوفيق يا ربي، ونشكر الاداره على توفير الاجواء داخل القاعات وتوفير الاجواء للكنترول لجنه الامتحانيه. شكرا. اهلا وسهلا. صباح الخير سوسن. صباح النور. شلونك عيني؟ هلا بيش. سولفينا سوسن عن اجواء الامتحانات، التلاميذ وضعهم شلونهم ثاني يوم امتحانات؟ ان شاء الله الحمد لله اليوم ثاني يوم كانت الاجواء احسن من اول يوم، خف التوتر وقل والاسئله زينه حلوه وان شاء الله كلهم ناجحين ان شاء الله. شكرا. اهلا وسهلا. خير الشهد حبيبتي. صباح النور. شلونك؟ الحمد لله زين. الشهد نريد نعرف اجواء الامتحانات ويا التلاميذ بما انه احنا ثاني يوم الامتحانات، فحابين نعرف وضع التلاميذ شلونهم الامتحانات. لا الحمد لله اليوم الأجواء كلش حلوة بالقاعات، تلاميذ خف الخوف عندهم، يعني يتأقلمون على جو الامتحانات، النظام ماشي بالمدرسة، الهدوء بكل القاعات الحمد لله. إن شاء الله. نتمنى لهم إن شاء الله النجاح. إن شاء الله. شكرا سيد. نعم.